مثلا من الجرائم اللي حدثت بالأمس، عندنا جريمة قتل في جنين لشاب وفتاة، وعندنا أيضا جريمة قتل فظيعة وبشعة حدثت في الخليل أيضا، وقبلها العثور على جثة مواطن قرب قرية دير بزيع، وقبلها عثور على جثة مواطن آخر. طيب، للحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم لنا عبر الخط الهاتفي العقيد لؤي رزقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. عقيد لؤي، صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لكم، صباح الخير للسادة المشاهدين. يعني بالأمس كان يوم دامي حقيقة، دعني أقول ثلاثة جرائم، أو هي ثلاثة حوادث قتل، يعني نجزم جرائم حدثت، وبالإضافة إلى حوادث السير طبعا. كان يوم دامي للشعب الفلسطيني، لكن اللافت للانتباه يعني تم العثور على جثة مواطن مقتول في الخليل عقيد لؤي، وأيضا مقتل شاب وفتاة في جنين من سيلة الظهر في عيار ناري أيضا. ما الذي يحدث؟ يعني زادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل. يعني في التسعة أشهر الأولى إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، كان هناك ارتفاع بما نسبته 29% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. 39 جريمة قتل راح ضحيتها 45 مواطن في مختلف المحافظات. نعم. هذا إذا ما تحدثنا في الإحصائية حتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام، قبل طبعا إضافة ما جرى يوم أمس عندما قتل شاب في مدينة الخليل بعد أن قام شخص بطعن عدة طعنات، ثم قام بفصل رأسه عن جسده، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشخص المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة. الآن جاري البحث في الأسباب والدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وما هو السبب الذي جعله يقوم بهذا البشاعة في المقتل. هل صحيح أنه كان يعني مفصول الرأس عن الجسد؟ يعني صحيح يعني للأسف قام بفصل رأسه عن جسده، وهذا هذه جريمة غير مسبوقة، غير مسبوقة. نعم، التمثيل في القتل صحيح، يعني لم تكن معهودة مثل هذه الجرائم، وهذا تطور خطير ونوع جديد من الجرائم، جريمة مركبة. نعم. بهذه البشاعة، هي جريمة جديدة في المجتمع الفلسطيني. بس تم اعتقال المتهم كما فهمت؟ طبعا تم القبض عليه، والآن جاري سماع أقواله، وجاري فتح التحقيق من قبل الإخوة في النيابة للوقوف على ملابسات هذه الجريمة، وهذا ما حذرنا منه سابقا اختريم، وهو العنف المتنامي سواء في الخطاب الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والنقاشات العنيفة التي تحدث ثم تتطور إلى إشكاليات ثم إلى قتل. نعم. وصولا إلى القتل، وهذا ما كنا قد حذرنا منه منذ سنوات بأن تتطور الأمور إلى هذا المستوى من نوع الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وهذه الجريمة بحاجة بصراحة حقيقة إلى تحليل والوقوف عندها بشكل دقيق، وأن تكون هناك نقطة تحول لدى الآباء اللي بيغرسوا ثقافة العنف في أذهان أطفالهم. وممكن تحدثنا سابقا أختي، عندما يعني يقول الأب لابنه لا تعد ضاربا إلى المنزل عد مضروبا، هذا يعني موقف يجب أن يتغير، وهذه ثقافة يجب أن تتغير، رغم أنه الكلمات قد تكون بسيطة لكنها تغرس في ذهن الطفل ثقافة العنف، وعندما يقول له لا تسمح له بالنظر إليك ولا تسكت له ولا تستمع إليه، كل هذه الأمور عندما يصبح هذا الطفل شابا تكون قد تكونت لديه فكرة العنف والاعتداء على الآخرين، إضافة إلى ما يشاهده من خطاب عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض اللي بنشهده منذ فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإدمان على الألعاب الخطرة واللي الآباء ممكن يسهلوا هذا الأمر مثل الببجي وغيرها، والتي أصلا هي ألعاب خطيرة وعنيفة وتؤدي إلى أن يقوم الطفل بالتقليد. نعم. في بعض الأحيان لما يشاهده عبر هذه الألعاب، مما طيب يستسهل عملية القتل إذا ما واجه أي موقف في حياته. طيب عقيد لؤي، أنت بتحكي 29% ارتفعت جرائم القتل في الشارع الفلسطيني مقارنة بالعام الماضي، ألا تعتبر الشرطة أن هذا مؤشر خطير؟ بالتأكيد نحن نعتبر كل جريمة تقع هي مؤشر خطير، هي تداعيات يجب الوقوف عندها، هو شيء يجب دراسته والعمل على منعه قبل وقوعه. لكن
في كل عام هي الجريمة موجودة كما كل المجتمعات، هذه الجريمة تقع في كل المجتمعات، ولكن نحن ننزعج ونضطرب إذا ما سمعنا أن فلسطيني قام بقتل فلسطيني آخر. هذا الأمر يجب أن يتوقف، ويجب أن نحافظ على النفس البشرية الفلسطينية. الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطيني ويسعى لأن يقتلنا سواء بأدواته كاحتلال أو بأيدينا من خلال تغذية الصراعات والخلافات في داخل المجتمع الفلسطيني. لذلك يجب أن يسعى كل واحد منا أن يحافظ على النفس الفلسطينية بكل الطرق وكل الوسائل، بتغيير الثقافة، هذا مهم أكيد، بس الإشكاليات بالطرق السليمة، بكل الطرق والوسائل يجب أن نعمل ونقف صفا واحدا في مواجهة هذه الجريمة لنمنع. إحنا بنحكي عن 39 جريمة من بداية العام مع جرائم الأمس. لا، هاي الإحصائية كانت حتى نهاية شهر التاسع، لكن إذا ما أضفنا الجريمتين، يعني إحنا ممكن نقول إنه في جريمتين، جريمة القتل في سلسلة الظاهر وجريمة الخليل. وفاة الفتاة ما زالت في إطار البحث، ممكن أن تكون يعني في إطار آخر، حتى اللحظة لم يتم تصنيفها بشكل دقيق، لكن وفي أيضا الشاب اللي تم العثور على جثته قرب دير بزيع أيضا، كشفت خيوط الشرطة، كشف ملابساتها وإلقاء القبض على 4 أشخاص شاركوا في هذه الجريمة. هذا الشاب طبعا وجل، أو المواطن عمره 52 عام، وجل مقتولا بالقرب من دير الزيع غرب رام الله، وبإجراءات البحث لمدة 48 ساعة تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه الرئيسي، وبإحضاره واعترف بقيامه بهذه الجريمة بمشاركة 3 أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم. خلاف إرثي عقيد لؤي، يعني خلاف إرثي على أرض، يعني اللي بدي أحكيه أنا إنه حتى الخلافات المتعلقة بالإرث وهي كثيرة في مجتمعنا للأسف، كثير من الجرائم بيكون سببها خلاف على قطعة أرض أو على أموال أو شخص بده من الثاني أموال وما إلى ذلك. وهذه الأسباب في هذه النقطة مهمة أخت. نعم. الأسباب المباشرة هي خلافات بسيطة يمكن التغلب عليها. يعني أنا منذ 15 عام وأنا أتابع كل جريمة تقع في المجتمع الفلسطيني، لا يوجد مبرر لأن تصل هذه الخلافات إلى مستوى القتل. هي خلافات بسيطة، خلافات بين أطفال، خلافات على حدود قطعة أرض، خلافات شاب مع شاب، وقفة مركبة، وقفة بسطة. بس هي قضايا الإرث، قضايا الإرث يعني بتحتل مرتبة منيحة في هذه الجرائم. يعني لا لا لا، يعني الخلافات الإرثية يعني ممكن تأخذ مستوى أقل من، لكن في مجمل القضايا ولا هناك ارتباط بين الجريمة والأخرى إلا في الخلافات الثأرية. وهذا ما يطمن إنه الجريمة المنظمة غير موجودة في المجتمع الفلسطيني، لكن نوعية الجريمة وتطورها هنا يعني يدق ناقوس الخطأ. صحيح. ويجب أنه نغير كما قلنا الثقافة حتى لا نصل برضو إلى يا عقيد لؤي أيضا إنفاذ القانون والقضاء، القضاء وأحكام القضاء بصراحة مهمتة أيضا بتزيد الجريمة في أي مجتمع. لما بيكون في قضاء بديش أسميه غير عادل، ولكن يعني مثلا بالأمس تم براءة الإعلان عن براءة 4 متهمين بجريمة قتل رائد الغروف في أريحة قبل 4 سنوات. طب من القاتل؟ طب ما هي هاي قضايا الرأي العام اللي بثير الشارع الفلسطيني. الشارع ما بنفش غليله بأحكام قضائية اللي نقول والله ها في، فهذا بيعزز عند ضعاف النفوس أخذ الحق باليد والقانون باليد لما بيكون في عنا قضاء صارم. صح ولا لا؟ أيضا هذا يجب أن يناقش الموضوع بجدية، لأنه إحنا إذا فقدت شعرة الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني للأسف، ونحن نقع تحت الاحتلال، بنصير ذاهبون إلى الفوضى والفلتان، وهذا ما لا نريده أيضا. صحيح، لكن حتى نكون واقعيين أختريم، القاضي عندما يصدر حكما يكون معتمدا على أرضية قانونية. لذلك الأصح أن نقول أنه إحنا بحاجة إلى تحديث القوانين وإيجاد قوانين رادعة حتى يستطيع القاضي الحكم وإصدار الأحكام الرادعة. ولنا في هذا المجال تجربة، وهي القرار بقانون خاص بالمخدرات اللي كان له دور في الحد من انتشار جريمة المخدرات بمستوى عالي ومنع بناء المستنبتات. هذا القرار بالقانون الذي أقره السيد الرئيس في نهاية عام 2015
كان له دور لأنه اشتمل على أحكام عالية، الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات مالية كبيرة. هذا الأمر ساهم في أنه هؤلاء التجار أن يفكروا بترحيل الجريمة إلى الداخل أو إلى المناطق العدودية والبعيدة، وفي حال إلقاء القبض عليهم هناك أحكام عالية. وإذا ما تابعت بعض الأحكام في الفترة الأخيرة لا تقل عن 10 سنوات وهي تمثل. طب إذا كيف نعلق على ازدياد مؤشر الجريمة إلى 29%؟ أيضا يعني جريمة القتل، نحن كما قلنا نعم جريمة القتل، تحديث القوانين متعلقة بجرائم القتل. نعم وفي بعض القوانين بالفعل هي بحاجة إلى إعادة النظر، إلى تحديثها، إلى إيجاد قوانين رادعة حتى نضع حد، لأن القاضي حتى كما قلت إذا بدنا نكون واقعيين يعني القاضي بده يحكم ضمن قانون، وإذا لم يوجد هذا القانون نضطر أن نتعامل بالقانون الموجود، القانون اللي بين يديه. صحيح نعم، هو بحاجة إلى قوانين رادعة حتى يصدروا قرارات. وعندما وجدت هذه كما قلنا مثالا في موضوع المخدرات وجدنا أن هناك يعني أحكام رادعة. طيب خلينا نحكي عقيد الأي، في سرعة كشف لملابسات الحوادث اللي نسمع عنها، وخاصة العثور على جثة في وادي أو في كذا، يعني بتشوف في سرعة كشف ولا بتاخد وقت لإلقاء القبض على المتهمين بهذه الجرائم؟ لا، معظم الجرائم اللي ارتكبت تم كشفها، وهذا يعني يأتي في بشقين أو يعني بخطين متوازيين. الخط الأول هو الخبرة اللي أصبح يتمتع فيها ضباط الأجهزة الأمنية والمكلفين بإجراء البحث والتحري ورفع الأدلة الجنائية، وخاصة طاقم الأدلة الجنائية لدى الشرطة والمباحث العامة في الشرطة. وهناك نقطة مهمة وهي تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية. ريم مواطننا الفلسطيني يرفض الجريمة ولا يرغب بوجود الجريمة في مجتمعنا، ولا يوجد حاضنة مجتمعية للمجرمين إلا في بعض الحالات النادرة اللي ممكن يكونوا بسبب الخوف وبسبب. لكن هذا يستوجب أيضا عقيد له أي استنهاض كل المؤسسات للعمل ضد الجريمة، القضاء، القانون، الشرطة، مؤسسات المجتمع المدني، حتى في خطبة الجمعة، يعني دق ناقوس الخطر. الجميع اليوم مطالب بأن يقف وقفة ضد الجريمة وضد مرتكبيها، وأن نعمل على تثقيف المجتمع، وأن يكون هناك عبرة وعظة من النتائج الكارثية اللي بتعقب كل جريمة، سواء من الإجراءات العشائرية المتمثلة بالترحيل وغيرها، والإجراءات العفوية والشعبوية اللي بين هلالين في فورت الدم من حرق وتكسير وغيره، وكذلك الإجراءات القانونية اللي نهاية مرتكب الجريمة سيكون في السجن. وأيضا تداعيات جريمة القتل بالتحديد لها تداعيات تستمر لسنوات طويلة أختريم، وخاصة في قضايا السأر، وأنه ممكن بعد عشرات السنين يتم تفعيل هذه الجريمة مرة أخرى من خلال الأخذ بالثأر. فلذلك لابد من أن نقف جميعا، مثقفين رجال أمن ورجال الإعلام اللي لكم دور كبير في هذا الجانب، توعية المواطنين. أنتوا كشرطة بتفكروا تعملوا إشي كمان؟ يعني لم أفهم السؤال. كشرطة بتفكروا تعملوا إشي بعرفش من باب التوعية والتثقيف؟ طبعاً من باب طبعاً. نعم يعني بالتأكيد في 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 كل عام نحن نقوم بإجراءات التوعية، لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهد سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل قادة الرأي. العشائر أيضا مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر تشددا في عملية المصالحة والإجراءات المتمثلة في اتخاذ العطلة وغيرها. لذلك لابد من أن نقف جميعا موحدين ضد ارتكاب الجريمة في المجتمع الفلسطيني. أشكرك، وأنا برأيي أيضا أن القضاء هو رقم واحد. إذا لدينا قضاء عادل، قضاء قوي، قضاء قادر أنه يأخذ الأحكام العادلة والقصاص العادل، ستخف وستقل نسبة الجريمة في الشارع الفلسطيني. شكرا جزيلا لك العقيد لؤي رزقات.